راس ديال شي حيوان تينعس تمايا. بالنسبه لكم التحدى والتحدي هو ندخلوا ونصوروا لكم ديك البلاصه فاش كننعس داك الحيوان ونصوروا الحيوان اللي كاين. مالو مال مال بزاف. اي رجل اي واش رجل الضيقه زعمون اش من الضيقه نوض نوض ما بقى والو من الضيقه الضيقه تقربنا خرجوا نوض نوض اي نوض غير فوتي هنا اللي بديك نجروك حنايا. السلام عليكم مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم راحنا غادي لواحد المغاره وواحد الغار اللي هو خطير اللي كيعاودوا عليه ان كاينين الناس اللي حصلوا فيه كاينين الناس اللي دخلوا وطاحوا تما كاين لان واحد المغاره كيقولوا ان كتخليها حتى وسط الجبل وكاين واحد الحفره ومن داكشي كاع اللي كيعاودوا لنا. احنا غادي نمشيو معكم باش تشوفوه ونشوفوه كاملين. قالوا ان ديك المغاره كاين البلاصه فاش كتنعس باش تمشي لان ما يمكنش تمشى وانت واقف. المهم بقاو معنا باش تشوفوا هادشي كامل. اذا احنا في الطريق دابا غاديين مع الاصدقاء مع السي انور. تحياتي السي خالد. غادي تلقاو ليان ديالنا تلقاو ليان ديال لاشين ديالو في الديسكريبسيون. كنتمنى انكم تابوناو معاه. معنا السي ايوب. السلام عليكم. معكش لاشين ما عندي الله سبحانه حتى ما نديروش. ها الجبل اش غادي نمشيو. ها هو غادي نزوميه لكم هو فاش كاين ديك المغاره. يلا بقاو معنا. لهيه فاش كاين الغار لهيه. يلا بقاو معنا دابا حنا غاديين عيا عيا. هذا شوف شوف الطريقه ديالو ديال الشيء عيا عيسي وق دنهج الجبل. ها هو شحال بقى سي انور؟ قوالو باقي الناس تقريبا واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه غادي نوصلوا ان شاء الله باش تشوفوا داك العالم تما كيداير شي حاجه واعره بزاف. سي خالد يلا بقاو معنا. ها الجبل كيداير كيبانوا لي الغيران هنا كثار شويه. نزومي لكم شي غيران. ها هما حال هذا كل ما عصا هذا واش غرق. حنا المغاره اللي قالوا لنا راه غرقه بزاف. يلا بقاو معنا. اخيرا احنا وصلنا. ها هو الصراحه راه كيخلع. ها انتم شوفوا كي داير شوف كي داير الداخل ديالو غارق. قالوا كانه غرق كيوصل لحد انك كتمشي على كرشك باش تدوز. حنا راه عينا راه ناخذوا الالفاز ديالنا. حنا كما وعدناكم راه غادي ندخلوا حتى لداخل. جبنا المعدات كي داير الداخل دابا عندك البارتي هذه الاولى. كتمشى شويه واقف وانت غادي وتتحذر. توصل لواحد البارتيه تتمشي على كرشك. تمشي على الكرش تتزحف. تتمشي على كرشك واحد البارتيه يعني مجبده تقريبا تكون فيها واحد 5 متر ولا 6 متر. خلينا نوصل ليها. صعيبه شويه صراحه. صعيبه شويه ولكن يعني بروح ديال المغامره والتحدي ان شاء الله حنا غادي ندخلوا. يلا نبين لكم دابا واحد القضيه عاوتاني اللي تشويق ايضا للداخل ديالها. فيه جوج ديال لي لاك جوج ديال البحيرات والماء تيجري للداخل شي حاجه قليل فين تنشوفوها شي حاجه واعره بزاف. دابا غادي ندخلوا تشوفوا معنا كلشي. يلا المعدات جبنا الضو جبنا البينات. يلا حنا دابا جبنا الضو ديال التليفون والبيله وشحال من حاجه شحال من بيله واحنا غادي. يلا سير صبر صاحب الخبره ولا دي سبق لنا. ندور دابا الكاميرا. المهم البيله تشعلوا الضو وشعلوا الضو راه تدخل بلا ضو هنا ما يمكنش. يلا ولا طول اطفالك الضو الداخل غادي تبقى تما على بركة الله. ضرب البيلا ايوب هنا باش بدا يبان لك كلشي. شو كي دايره شو كي دايره شو بسم الله الرحمن الرحيم. شوف 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 يا سلام الحجر كي داير. يا سلام مسامحة راه هنايا غادي تبداو تمشاو على الركاب. نتمشاو نحضروا بزاف. اش غرقة تما مالك اش لقيتي؟ غادي غرقة ماشي كاميرا. يا سلام يا حسن دور الكاميرا باش تشوفوا قدام شنو.
على كنتي كتضو تصور وجهك. يلا سير. كاين كثر من هاد الهبوط هي؟ كيقول كيبان غادي تزحف انت كتقول لي. بزاف غادي نحطو هاد الكارطون هنا. حتى شي حاجة. مضيق تما بزاف ما يديكش الكارطون. إييي قلنا شي حفاظ. أنا هاد الصاك ديال الكاميرا ضروري ندي. فيه شي حاجة خفيفة ديرها في الجيب. لكن ما كتشوفوها تما مضيق بزاف. غادي غادي نضطروا اننا نزحفوا هنا تيبدا الزحف هنا تيبدا بزاف خصني نهبط على ركابي غنضرب هاد الحوايج نقطعوهم غير سير كيصعب ليا شد الكاميرا راه شد لا اصبر سمحوا لنا واحد شويه هادي شنو ضربت ها دخلنا شويه ديال الروتار ياك وحنا شي يديني انا هذا ستاج ديال التجنيد والله الا ستاج ديال التجنيد الاجباري انا صحيح يلا ها زيد زيد واش خلي العصري لا جيبها معاه وهنا راه ما دانيش راه ولكن من اجل الجمهور غادي ندوز تحدي التجنيد الاجباري انا غادي ندوز كاع والدراري اللي فيه الثقه ما يجيش والله الا على الكرش بالله حنا مغامر الا تكون شي لفعه هنا ولا شي حاجه شوف راه ماشي ساهل يعني باش باش توصل للمشاهدين هانتوما شوف واش واش مشى التاسيه غير زيد زيد هاد التاسي خالد يا فتا اليوم ديروا لنا شابولي يلا سير تحياتي يلا زيد ما بقى والو ان شاء الله ما كاينش اكثر من هكا ما كاينش اكثر من هكا في الزحف لا بقات واحد البلاصه هي اللي ديك بزاف هذا راه ظهري كيضرب في الجبل في الجبل كي ندير ليه يا راسي عشاش دير ايوب ما تجيش لاصقني انت الا بغيت نرجع للور باش ما نتكلوش شي شمعه خلينا شمعه دي انسان البدائي لا تسرول غادي تقطع في الركاب 100% تما دير واحد مازال تصور لا الفيديو غادي غير سير اش بغيتي ندير لك باش ندير التوره ديال معايا ديال سير شمعة ديال شوف الطريق كي داير شوف 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 كيما شوف شحال مازال وهاد الضو كيتفاصح انت وزا ما كيدير والو ايو بدا ضرب داك البيلان القدام باش يبان الناس فين داك ندوزو هاد الحجر كلاني في الركاب وانت اللي سابق سابق قبل الحجر الا ما سبقتش غادي تحيد يا سلام يا سلام مضيق هنا بزاف والله الا ستاج الله خرج التجنيد شوفوا السيد كي غادي واش راه تما اللي قلتي مضيق بزاف مازال غادي نخلي غادي نخلي هاد الصاك هنا ما كاينش اللي يهزو اقرب سنين اخليه وي ما كاينش اللي لقيت واحد اللي استنى الصاك فيه البسطان فيه خلي ايوب راه ما كيصورش والله هبطه هادي يلاه سيدنا غادي نطيحو ولا لا نسبق الرجلين راه كمان نسبق كنت اجي عندك هاك واش نسبق الرجلين اللي يصلح الدار غير باش نطلقه ايه الا ما فيك اللي صور كاع تنصورو هز عندي الفيديو كامل وحطو عندك حتى المونطي الا عجبك ماشي مشكل واحد المقدمات ديالك نسبق الرجلين دابا فوقها اللي يصلح لك اللي يصلح لك لا غير اجي على كرشك اجي الا جيت غادي صور ديك الحافه يشوفوا صور اي 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 شوف تما شوف تما صور اليوم يا واسعه ما تخافش ما تخافش والله الهبطه هذه كي دير صابطه دور غير هنا ضرب ضرب الفيراج هنا انت راه ما علمتينيش تما ماشي مشكل ياك باهي ماشي مشكل احنا هابطين دابا اش هاد الشيء هنا هاد الباسيو دابا تتمشى على على رجلين وي 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 اخيرا الهبطه وانا شاد الكاميرا صعيبه شد تي هذاك واش شي حنش انت عليك غير في الحاجه الخايبه صور لي شي الحنش كاين عندك او يا سلام يا سلام صعيبه هذه تنهبط واعطيني الكاميرا اجواء رائعه يعني داخله في المغاره هذه راه تشوف راه ميتيني الغبره هنا كون درتي زحليقه هنا تمكنني بيك
زحليقه هضره هذيك لاصيان زحليقه راه كيزلق عندك ايو انتما شوفوا كي داير حطينا فوق الحجره هادشي اوتوماتيك ما فيه زيت. هنا الارض يلاه صالحه ها فين دزناها شوفوا الغار منا جينا راه شوف الغار منا جينا طب شويه عليك هايلا من هذه هايلا من هذه هايلا من هذه دابا راه صعيبه لي انا راه شاد التليفون الكاميرا شوف شوف وسط الجبل تصور تسد داك الغار وما عندناش تحت التعبئه وصيفطوا لنا التعبئه وبغينا التعبئه امي عندك طيح عندك طيح واش هنا فاش طاح داك الدري اللي تهرس في ظهره ولا ما عرفت ياك داك الدري مسكين اللي مات مات ولا تهرس واي هنا خلعتينا ولكن طاح ليها من الفوق ايوب اجي شد الكاميرا زلق ليا رجل واحد الزلقه خايبه نيت زلقت انا عندك السبردين بلاك بلاك تزلق انا جايب ديال الميني فوت فهاد الشيء ما عرفت هاو زيد دابا تزلق غير هبط بعيداش انت بلاصتك بلاصتك حسب ان شاء الله حسنا نوثقوا كل شيء اش من بعد يقول لك الواحد سالغي اشتراكي ها الغار شوف هذيك البلاصه مضيقه اللي ليه هذه هي الواعره هذيك هي الصعيبه هذه هي الصعيبه ماشي يعني مضيقه بزاف وفيها فيها الغبره شي مشكل دابا اللي ليها ليها حنا مغبرين دابا هو اكبر خطر واه كون عرفنا شنو جيبو لابس الكوم في الليل وي كون جيت راه قالها ليا قلتيها ليا هادشي داخل في اللعبه جينا حنا نفركسي بحال هذه اللعب هذه هي اصعب وحده اصعب هذه هي الخطر اوه يا سلام شوفوا كي داير عندك ولكن كي غادي دير بدا تمشى دابا بالدار تمشى هكا هاد المغاره يما الدار يما الكرش ما كاينش ما كاينش تمشى كاينش رجلي صعيبه عليا انا شدت التليفون راه راه شوف ماشي مشكل غادي نغامر في سبيل اليوتيوب فكاين فيديو في سبيل ليفي كما كتشوف هادشي راه صعيب بزاف مره كتمشى على 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 كرشك وظهرك كتقيس الجبل مره على مره على ظهرك كلشي راه كيتمشاو دابا طب البال للراس وطب ايه بز حسي راسك والله جوج مرات طب شويه بشو ما بغيناش راسي الضو ما بغيناش الضحايا صافي راه نقول ما شدش راسك يلاه اقسم بالله الى معاناة راه اي اي وتا هذا الضو ديال التليفون اجوا حتى الضو ديال التليفون دغيا كيطفى راكم على زوالي داكشي باش ما تضويش الكاميرا كتعميها باش ندورها بحال هاد المسائل هادو شي حاجه وانا بزاف اللي بغى يعيش مع ماما راه حتى هاد المرضى صاحبي هاد التليفون كنت دير لها شي طويجين هنا ديروا ابوني هكا خرج فيهم عيال خلعوا راسك الشاب كليتيها اسمع 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 الصوت سلمى يلا بطلنا نكتشفوا اش كاين راه ماشي الماء داك راه الريحه صاحبي ولا شي ودي على الريح المهم واش طبيعي او كان ماشي وحش تصور دابا الديب راه مازال الديب عندنا في هاد البلاصه تصور مازال كاين كاين الثعلب الثعلب بالكثره تصور ديب دابا خرج لك هنا باش غتضربو بالكاميرا ما جبناش حتى باش نضربو كاميرا مازال داك ديك الهبطه كتقول لي هذه ماشي مشكل في سبيل الله انا كيك ما الكاميرا خليتها في السماء ها هي في سبيل الله ماشي مشكل ماشي مشكل لا سيدي لا تستحقوا المتتبعين ديالك ماشي مشكل ماشي مشكل انا غير ما تخصش الكاميرا كضحك يلا زيد لا صعيبة هذه عاود صعيبة من الفايتة وديها انوار لا لا هذه ما طويلاش هذه فيها غير طويلة هذه هنا الدوس وهكا وصلتي
صعيبه بالنسبه اللي شد الكاميرا بحال ها نتوما هادي فيه التليفون باش ندير فيه الضو طرا الضو ديال التليفون باش كيبان الفيديو. يا سلام انتظرنا حتى نفوتو عاد قول يا سلام. مازال مازال ماشي يا سلام. يلا سي خالد يلا سي خالد خليكم حنا شي مشكل يرتلى كطاشرون هاك مرقد بالغبره ماشي مشكل نمشيو نصلو ريت يكون الفيديو ناضره ماشي مشكل اش هادشي صافي راك وسط الجبل وسط الجبل او 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 وسط الجبل هذا ايو غاي خرجنا شي هو اللي ضرب ضرب البيلا اللي ايو بركه بركه من الغوات بسم الله الرحمن الرحيم اجي واجي 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 سبقوا ديك الجهه سير تخيل دابا وسط الجبل خاوي تشوف دابا وسط كتشوف الجبل قدو قداش وسطو خاوي داير بحال المغطى الطاجي اش داكشي تما؟ واه هذا هي دابا الوسط ديال لاكوست وسط الجبل دابا تصور داك الجبل اللي صورت لكم في الاول هذا هو الغار اللي دايز من الفوق يعني هذا هذا نطلو فيه ما تيبانش من هنا طاح داك من هنا طاح لطيف لطيف ومات من الفوق من الفوق دابا كاين تطل من الفوق تطل على غارنيت هذا وكيما تيبانش اللي داخل شنو كاين هو دابا جاي طلوز لك وما يجي بيت الا مات بيان سلام الله يرحمه صافي انا ضوي لنا ايوب ايوب بدات تمشى معنا بالضوي شاد الشيء والله والله الا ديكور واعر هذا باش تلقى وسط الجبل وتلقى خاوي في الماء مرة أخرى خصنا نجيبو الضو ياك يكون مجهد باش كل شيء يبان لا صعيب دابا باش يبان ضو اللي أصحاب البيلات الكل مجهدين ضو جهة الماء كيبان ضحك عليا والله ضحك عليه واه ما واه 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 عاقل على الطريق اخويا الله يعلم ودا خرب قلت تلقاو لحقاش بزاف ديال الطرقان كاينين هنا زيد تدير الفلوس صافي سير كيما كتشوفوا ها الماء وسط الجبل دابا هاد العوينه وسط الجبل وصافي هذا يلا سير واش الطفية ديالو هاد الماء فين كيمشي الله وعلم كيه فين كيخرج شوف شي حاجة واعرة فين كيفاش باش ندوزو لهنا بزاف هكا تما هكا عندك شوف صعيب ارجع سير هايو دابا غادي نمشيو تما شويه لكن ما كنشوفو ها الماء ايوب راه مشى تما دخل ايوب شوف هذاك الشيء هايو هو دا مشى تما نشوف اش كاين تما فداك الغار هل ما فين غادي شتو كي دايره القضيه مالو مالو مال اش خرج تما مالو الماء خارج تما راس الحمار هذا خلعتينا قلنا كاع اش وقع لك هز الصك الصك كنصور من هنا الما كينزل شوف 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 هنا من وسط الجبل شتيك هادشي دابا اللي كتشوفو كما قلنا راه وسط الجبل هاد الخويا كاملة هانتوما سمحوا لنا الضو ناقص كما قلنا لكم اننا وعدناكم اننا غادي ندخلوا لداخل واخا هادشي كيخلع حنا لداخل دخلنا رغم الصعوبات اللي فيه الضيقه كنصحوا بحال هاد المغارات ما يجيهمش
لان كيوصل انك كتمشى على الكرش وظهر كاين الجبل، الا فيك الضيقه تقدر تحل تما ولا يوقع لك شي حاجه ولا مرض القلب. اصحاب مرض القلب ما كنصحهمش. اذا اللي بغى يغامر معنا مرحبا به، الباب ديالنا مفتوح، كملوا معنا هذه المغامره. كتشوفوا حنا غاديين لبلاصه اخرى، ان هذا الشيء واسع، تحت الجبل هنا واسع كتسرى فيه. عرف الماء سبحان الله على جرى كله. عرفتي فاش نجي؟ عرفتي بان تحت من الجبل. ما بحال الماء ديال الشتا اللي دخل. الى الشتا اللي دخل. شي غار تما فوق. دابا الخوت غادي نرجعوا نحاولوا نخرجوا من هذه المغاره. هنا كيبدا التحدي، ان اي واحد كاش كيجي ليه راسه من اللي كيدخل كيقول تصور طاحت شي حجره في الطريق. وللاسف حنا ما عندنا لا تعبئه ما معولينش، واخا الريزو نفترضوا كاينه التعبئه، الريزو هنا ما كاينش. اذا كما كتشوفوا هذا هو التجنيد الاجباري. يلا هانور اش كتصور عندك دوز داكشي في الفيديو ديالك. يلا سير سير اش كتصنع فين كان داك تاع راسنا القديم كاميرا كون تفرص فين عندك الدار ديالك انت كلي انت عاد كتقول ليه عندك واش داكشي واضح بعدا فين كبير انت ها انت الساعه شتك والله الا شتك والله الا شافني سير دابا نوقفو صافي نوقفو هذا والله الا الحنوش وما يديروهاش. عندك ما طلعش راه قريب الجبل ما طلعش انت كطلعو تسطح راسك معاه. يلا سير دكتور سميك كتعطيني النصائح. سير 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 سكتنا كتعطيني النصائح. الكاميرا داري انا عاني ياك ودابا كي نديرو ندوزو هنا. سير راك غادي دايز سير براكي على راسك براكي على راسك دير السينيا يا بارا جوج دراهم باركي اي اي واش كان الزدار يا ماما النصائح تجمع يا بسم الله هاك شد داوي سير هذيك البيلا يا سير سير نشد والله حتى انا كنتمشى قريب ندخل الصوالح الجبل اتسنى وي 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 او صافي خليني سير هو راه كان يلا 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 انا بلاصه تاع دراك انت ما عندي دابا انا هذا هو الطريق فين الدار يلا سي انور يلا ده يلا زيد باش بدا تضوي لنا تعاونا بالضو انت تعاونوا بالضو هاك واش شد راسها هي؟ والله طيح لك ضوي لي شوف فين كنحط رجلي حالة لا حالة يا البدالة في سبيل الله عاد بشوية راه مضيقتها هادي هي فاش وقنا قول حنا فاش وحلنا شوف سير لا تيخر شي حيوان يوريكم التحكي ديالك يا ضروركم تضحكوا انت ما كتشوفوا شو كيفاش كيتمشى ها بوسكوات شخصيا يلا تبعوني هادي كان اناكوندا السكين المهم علي هنا تترجع ابقى انت كاع ما تجيش ارى الكاميرا وسير الحجر كيف رحنا بركابي واخا نقول لهم يديروا لنا الرخام غير سير انا نجيبو شي هدية واش الفيلا عندك اليوم ياك لا مضوي انا غير بالفيلا واش هادي اخر اخر زحف يلا سيدي فرحو واش كتصغر سير هو الحل زين الحل زين وانا غادي جالس هو دابا وصلت وقت الجلاس وقت الزحف عندك كم حاولتي تزيدو هنينا لا لا صح نهزنا
على بركه الله. ياك ما حصلتي واش الحجر وي اصبر اصبر جنان جنان طلع اي 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 اطلع العسكري طلع اي اضرب اضرب ولدي اضرب اخيرا اخيرا انت ماشي ديال مولانا. واو كيبان الضوء. ايه شتك زدت حسين بغيت واش وصلت له. بغيت يتوقف. زربان وقع. كما كتشوفوها الخرجه ديال المغاره بسيطه راك حصلتي ايه اوه تزيد ماشي كلمه ماشي كلمه لا تقيوب يلا يلا تابع على الطريق عطاك راسك ترى كما كتشوفوا خالده ما جايش عندي انا جاي غير على الكاميرا بغا يشدها عزيزتي الكاميرا الكاميرا اش بغا يدير بك انت موت موت انا بغي نموت راه كنضحك عليهم واش كتحسوا هنا اش كتخرج كتحس بالوسوعيه تحس بالوسوعيه هنا فاش كتخرج ياه 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 روح سجد سجد بالله رجعتي حي اش كيقولوا بها السجده الحمد لله الحمد لله صراحة هذا الشيء في جو من المراح تزن دخلنا لهاد المغارة اللي صعيبة حالتنا حالتنا حالة ماشي مشكل في إطار جديد والتكرفيس شوف شوف التكرفيس وما تأبوناش ها شوف على حالة في التالي ونلقاو في التالي وكان لقاو بيكالتي مع الآخر في طوندونس اش بالك طوندونس المغرب مشكل كتلقى واحد بيكالتي ولا واحد كذا وضرب اللور طوندونس انا قلت لقى واحد ما عرف شنو دار كيدير لي فلوغ ولا ما فيطلع لك الجبال باش يصور لك شي لعيبات كدا وما دا في حتى واحد او في مقابل تلقى واحد تيطلع تيطلع الجبال كيتا ها الجراح وتماره ويتسلح ويطيح على حاله ها ويغامر باش يصور لكم البلاصه اللي بعيده عليكم ولا ما تقدروش توصلوها ولا ما عمركم دستوها ولا اللي فيه الدقه ما يقدرش يدخل وي وي بس في الخلاوي يتحدى يعني بزاف ديال المسائل تشدوا الشات تشدوا الثلج المهم الا دخلتوا لاشين ديالي غادي تلقاو كاع دوك المسائل كنا تنباتوا في الغابه تتشدنا الثلج كاين الحلوف كاين بزاف ديال لي ريسك الحمد لله المهم ما عمرنا تعرضنا لشي حاجه تتشكل عليها خطر بزاف واخا كاين بزاف ديال المغامره ولكن المهم تسبق وعره وسي خالد اش قالك في هذه المغامره مغامره زوينه وكنتمنى نعاودوها في بلاصه اخرى مازال مازال ان شاء الله مازال شي غير قلتي لي شي نفق مازال فوق صعيب من هذا كنتمنى اننا اصعب اصعب من هذا نتحداو حنا ماشي ماشي في الضيق ماشي من الناحيه ديال الضيق هذا ضيق ولكن هذاك عاوتاني واسع بزاف صعيب والجو ديالو تيخلع وفيه واحد القضيه بالنسبه للناس ديال الجيولوجيا غادي تعجبهم بزاف فيه دوك لي ستالاك لي ستالاغميت دوك الصواعد والنوازل هادو يعني تي تيرمزوا على واحد الحقبه زمانيه زعما عظيمه ما شاء الله يعني لان كما تيقولوا الناس ديال الجيولوجيا يعني واحد الميليم تقريبا باش يتشكل ملايين السنين وتنجيو تلقاو يعني سيريا قدا قداش يعني تنرجعوا للور تنشوفوا شحال خصها باش تشكل ولكن للاسف كاين بعض نسميهم الحيوانات يعني تيدخلوا بحال هاد البلايص هادو وبقاو يبقاو يهرسوا فيهم خصنا نحافظوا على بحالهم للاسف خصنا نحافظوا قلت لنا شي غير دخلتي ليه لقيتي البلاصه ديال النوم ديال شي حيوان واش ديب واش ثعلب واش كاينه القضيه هذه انا كنت دخلت ليها يعني مشيت كاين مع واحد الدري ولكن ما دخلش معايا لداخل فاش وصلت لواحد البلاصه واحد الغار فيه رمله رطبه وكاين فيه لاطراس ديال شي حيوان تينعس تمايا دونك وصلت ديك البلاصه ما قدرتش انني نريسكي نزيد يعني يقدر داك الحيوان يكون سمع الصوت ديالي وزاد دخل لقدام
نقدر نزيد غادي يهاجم عليا لانه هو الحيوانات معروفه تتهاجم يعني دفاعا على النفس، ما تدافعش على شيء، ما تهاجمش على شي حاجه اخرى. والمهم الا بغيتو نمشيو نطلعوا ليها اشبال لكم التحدى، والتحدي هو ندخلوا ونصوروا لكم ديك البلاصه فاش كننعس داك الحيوان ونصوروا الحيوان اللي كاين، بشرط اننا غادي نديو باش ندافعوا على ريوس اخويا. نسبق انا مشيو علاش لا مشيو يلا تحسيدي. ما تنساوش تابوناو و ضغطوا على الجرس باش الفيديو الجاي ولي فيديو جاي نبدا يوصلكم جديد. يلا قول لهم يتابونوا ايوا ربما يسمعوا لك انت يتابونوا معايا انا تابونوا مع بلاك. يلا السلام عليكم. يلا.